بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. أعزائي طلاب الصف الثالث، درسنا لهذا اليوم يونت 8 لسنة 3 at the zoo في حديقة الحيوان. هنا لدي ثمان جمل أو اختيار، أنه راح أختار بين هذه المفردة وهذه المفردة اللي تناسب، نخليها بالمكان المناسب. The four children. 4 لو 5، اشقد عدد الطلاب؟ راح نقول 5. The 5 children are at the، ويصب المكان راح يكون زو لو بارك، حديقة الحيوان لو المنتزه بالبارك بالزو العفو. It is today، اشو راح يكون الجو؟ cold or hot، راح يكون حار، لانه لاحظوا ملابسهم لباسي ملابس صيفية والشمس هي يعني. We can see Ali and his friends Wissam and Ahmed. نشوف علي وأصدقائه وسام وأحمد. Then they are أشبههم. Talking or looking، يتحدثون لو ينظرون. طبعا looking at the lion، ينظرون إلى الأسد. Hanan and Zainab are at the elephant. At the elephant garden، في حديقة الفيلة. راح نقول bedroom لو garden، يعني الgarden راح نكتب. زينب is لو are، لأنه عندي زينب مفرد راح أقول is. زينب مفرد قلنا is، اخترنا is ما يصير نختار are. given the elephant، أش أتطعي الelephant؟ أتطعينه carrot جزر لو بنانا، راح نكتب بالفراغ بنانا، راح نختار بنانا. the monkey are، أشبيهم أشبينو الأشب the monkeys، أشبيهم القردة. هوني monkeys جمع و are جمع، لأنه are مع الجمع ناخذه و is مع المفرد. راح نقول sitting لو sleeping، قاعدين على الشجرة لو نايمين. راح نقول sitting in the tree، قاعدين على الشجرة and smiling و يبتسمون at the children للأطفال. everyone is happy at the zoo، الكل سعيد في هذه في هذا في حديقة الحيوانات. لهنا ينتهي الدرس، إلى اللقاء أعزائي الطلاب.